كيف تقدر تعمل كشف الكوفيد 19 براك أو في البيت مع أدوات الآي هيلث؟ قبل ما تعمل الكشف غسل يدينك، أفتح الكرتونة. الكرتونة دي فيها 2 أنبوبة فيهم سائل زي موية، و2 عصايات صغار معمولة بقطع قطن، و2 كرت تبع الكشف. طلع واحد من العصايات ديل من الكيس. كن حذر ما تحبش الحتة اللي فيها قطن. بالراحة دخل العصاية في فتحة الأنف من اتجاه اللي فيه قطن، وبدون استعجال حاول تحركه دائرة ما يدور حول الأركان الموجودة داخل فتحة الأنف 5 مرات لمدة 15 ثانية. طلع العصاية دي ودخلها في فتحة الأنف الثانية. عمل نفس الحاجة اللي عملتها قبل، حركها دائرة ما يدور 5 مرات لمدة 15 ثانية. وانت ماسك العصاية بطولة وباتجاه الصح، حاول تفتح الأنبوبة بس لف الخطاء البرتقالي اللون شمال يمين عشان تقدر تفتح الأنبوبة دي بدون أرجلة. دخل العصاية في الأنبوبة، تأكد القطن وصل لغاية القاع المحل اللي فيه سائل. حرك حركة دائرية 15 مرات. عصر أطراف الأنبوبة عشان السائل ينشفت من القطن. يلا طلع العصاية من الأنبوبة. رجع الخطأ اللي لونه برتقالي فوق الأنبوبة وأقفلها تماما. أرمي العصاية والقطن زي ما هي في جدة الزبالة أو وساخة. ما تحاول تفصل القطنة أو القطن من العصاية، جدهم كلهم برا مع بعض. أفتح الكرت تبع الكشف وخدته فوق الطاولة أو الترابيزة. أرجع للأنبوبة وأفتحها من فوق. لف الخطأ الصغير الأبيض شمال يمين لغاية ما يمرق. يلا كب 3 قطرات من السائل في الفتحة الموجودة بكرت الكشف. انتظر لمدة 15 دقيقة. لو انتظرت أكثر من 30 دقيقة النتيجة ما بتطلع كويس. انتظار لمدة 15 دقيقة بتديك نتيجة أفضل. إذا خط واحد بس ظهر زي ده معناته النتيجة سلبة. هتشوف خطين زي ديل لو النتيجة موجبة. إذا نتيجتك موجبة وعايز مساعدة أو معلومات زيادة، اتصل بناس دوغلاس كاونتي هيلث ديبارتمنت COVID-19 information line على رقم ديا 402-444-3400. وشكرا.